روتين عنايتك ببشرة الجسم في الشتاء هيفرق جدا مع الحاجات دي. اهلا بيكي مع دكتور ليديا بيوتي، هنتكلم عن روتين، او دكتور ليدي لو عايزه تقولي دكتور ليدي مفيش مشكله، اكتبولي كده في التعليقات عايزين دكتور ليدي ولا دكتور ليديا، مين اسهل عليكم؟ اعملي لايك لو انت حابه المحتوى، سبسكرايب عشان يوصلك كل ترند جديد انت حابه انك تعرفيه في التجميل، ميك اب، سكين كير، هير كير، اي حاجه، اي حاجه كير هتلاقيها يعني. الله اكبر واعلى واعظم والعزه والدوام لله. الادين بس كان ترفع الادين، تمام. ايه دي هي كده، هي كده اصلا دي فرشه الدراي براش والمساج، الجزء ده مساج، بيعمل مساج، بيعالج بقى اي تكتلات دمويه في الجسم، بتعمل مساج حلو جدا، بتجري دوره دمويه في الجسم، تقدري تستخدميها لكل جسمك. دي دراي براش او دي الجزء البراش، مش ناعمه قوي ومش خشنه قوي. طب هي معموله كده ليه؟ عشان تعرفي تستخدميها سواء كده زي الصابونه، تمام، او بالايدين كده عشان تستخدميها للاماكن زي الظهر او كده. جلد الوزه او الجلد الميت اللي على الرجلين، وخصوصا اللي بيبقى في الشتاء، الشتاء بشرتنا بتقشر، وبتعملي قبل الشاور على جلد ناشف، قبل ما تدخلي الشاور على جلد ناشف بتعملي جسمك، او قبل ما تبلي جسمك يعني، بتعملي جسمك بالدراي براش دي، بتعملي بيها الاماكن بتاعه جسمك كلها اللي انت عايزه تشيلي منها جلد الوزه او تشيلي منها جلد الميت، بتطلع لك كميه جلد ميت رهيبه بصراحه، بتعالج السلوليت فعلا، بس مش الخطوط البيضاء، مش عشان ايه الخطوط البيضاء ديت في اولها ممكن نلحقها لو هي لسه لونها احمر او بينك كده، نلحقها بالترطيب وبرده ممكن بالدراي براش. طيب الحاجه الثانيه ايه؟ يعني ممكن الليفه المغربيه مع الصابون المغربي، تمام، يعني مفيش مشكله، في انواع كتيره الصابون المغربي زي كليوباترا، يمكن احسن حاجه في الصابون المغربي كليوباترا. بنستخدمه ازاي؟ بنستخدم الصابون المغربي ازاي؟ دي الليفه لازم تكون اصليه برده، الليفه المغربيه دي من الحاجات الممتازه جدا برده ان هي تشيل الجلد الميت، وده اهم حاجه في السكرابنج بتاع جسمك. طيب بتعملي ايه بقى؟ جسمك بيكون بخار بقى، انت لو مستحميه بميه سخنه جسمك يكون بخار، دي الطريقه الصح بقى اللي هقول لك عليها يعني. من الاخر بتحطي جسمك في بخار كده، او بتنقعي نفسك في البانيو كده في ميه سخنه، تمام، لحد ما مسام جسمك تتفتح. حتى لو بتلاقي في الاماكن اللي هي بتاعه السبا والمساج والحمام المغربي والكلام ده، بيقعدوكي كده في مغطس كده لحد ما مسام جسمك تفتح وبشره جسمك تفتح خلاص، وبعد كده بتحطي نفسك تغسلي، تعملي توزعي على جسمك الصابون المغربي، تمام، وتسيبيه شويه، وبتدعكي بالليفه ديت او بتدلكي بشره جسمك بالليفه دي، هتلاقي حاجات طالعه انت ما شفتهاش قبل كده. وفي ناس ما بيطلعش من جسمها حاجه، بتبقى اصلا هي جسم بشره جسمها نظيفه، بس يعني بيكون في جلد ميت طالع طبعا، وبتغسلي جسمك عادي، بس يستحسن تسيبيها على بشرتك او تسيبي الصابون المغربي على بشرتك شويه، مثلا 5 دقائق ولا حاجه وتعملي. مش عايزه كل الموال ده كله عمليه وعايزه عايشه في عصر السرعه زينا، مع حليب الامارات من الحاجات اللي بتفتح البشره جدا وبتدي نضاره، وهو سكراب حلو جدا. حطيه على الليفه بتاعتك ايا كانت الليفه ايه، حطيه على الليفه والشاور مفيش مشكله، بس يستحسن على الليفه بعد الشاور يعني، واعملي جسمك او قبل الشاور انت براحتك يعني، ما تحيريش نفسك عادي، حياه سهله وجميله. يعني بلاش تعقيدات، الناس بتعقد الناس، وكل الناس بتعقد كل الناس بطريقه تضايق كل الناس، فعادي جدا، تمام، عادي جدا، الامر سهل قوي. حمال حليب الامارات ده تقريبا نص كيلو اصلا. بصي برده نفس الكلام هقوله لك، ان ساعات ناس تبيعه اصلي وناس تبيعه مش اصلي، انا مش عايزه يعني اشتم الناس اللي بتقول اصلي اللي بتبيع اصلي ومش اصلي، تمام، يا موتوسيكل يا متخلف، معلش يعني انا بشتم ولا ايه؟ لا مش متخلف ولا حاجه يعني، عادي، بس هو صوته عالي قوي. مش عايزه اشتم الناس اللي بتبيع الحاجات المش اصليه، وبجد يعني في حاجات كتير قوي في السوق للاسف الناس ما بتبيعهاش اصلا، عشان كده بتلاقيها بعتهولك وجريت ما بتشوفيهاش اصلا بعد كده، لان بتبقى خايفه اصلا ان انت تواجهيها بالنتيجه السوداء اللي انت شفتيها، معلش يعني اسفه، ممكن تلاقي منتج يدمر لك الدنيا، بس هو رخيص او انت فرحانه ان هو رخيص، مع احترامي طبعا لكل قدرات الناس الماديه، بس انا واحده من الناس والله، انا فرضا بعيد الشر قدراتي الماديه ما تناسبش ان انا اجيب حاجه سعرها واو شويه، طيب ما اروحش اشتري بقى حاجه رخيصه، معلش يعني ما اشتريش بقى، ممكن احوش واشتري بعدين، الاحسن ليه؟ لان او من مكان موثوق فيه، ده الاحسن ليه؟ لان انا لو اشتريت حاجه بسعر صغير هصرف ضعف اضعاف، قولوا لي الكلام ده في كومنتات، وموافقيني في الراي
ولا قولولي في الكومنتات لو انتم موافقيني في الرأي. لو اشتريت حاجة رخيصة هصرف على عنايتي ببشرتي بعدها او شعري ضعف اضعاف ضعف اضعاف صح اللي انا صرفته. فبالتالي في مثل بيقولك الغالي سعره فيه، وما فيش حاجة الحاجة الرخيصة غالية او الحاجة اللي سعرها رخيص غالية. مش معنى كده ان انا بقولك الحاجة غالية اصلا، لا، انت تواصلي مع الرقم الموجود تحت هيقولك الاسعار والمناسب ليكي، محدش هياخد منك فلوس غصب عنك اصلا. المناسب ليكي هو اللي هتشتريه ومناسب لمادياتك. وساعات بيبقى فيه عروض وخصومات، واحنا بنقولك ده، بنقولك مثلا والله الصيدلية كذا عاملة لك عروض، والله الشركة كذا عاملة لك عروض، احنا ممكن نجيبهولك بسعر كويس، فهماني؟ لكن والله لو فرحتي بان بقى لو لقيت الشامبو ده مثلا، انا اتكلمت عنه قبل كده، لقيت الشامبو ده ارخص، ازاي؟ في ناس بتكلمني تقولي ازاي ده انا جايباه بمبلغ كذا. روحي هاتيه حبيبتي بمبلغ كذا، روحي وقطعي شعرك، بوظي فروة راسك، احرقي فروة راسك، موتي مع روحي ده، سوري، موتي لو انت كده. ليه بقى؟ لان في ناس فعلا بيبقى معاها فلوس بس عايزه ايه، تتفزلك، تعمل فيها فزلوك عامل فيه فازلوك، براحتكم اللي انتوا عايزينه. لكن في ناس محترمه كتير جدا من الناس اللي فعلا بنتعامل معاها، والحمد دلوقتي الحمد لله بنتعامل معاها، واللي بترجع تتكلم معانا تاني وتسالنا عن روتين كويس ليها تاني، ولو في منتج نقدر نرشحه لها بنرشحه لها. بتبقى ناس ما بتبصش للسعر قد ما بتبص للافكت او التاثير، وده الاهم، ده الاهم في العنايه ببشرتك وشعرك وجسمك ونفسك وطفلك، يعني كل حاجه، يعني طفلك. طيب خلصنا بقى كل الكلام ده كله. الترطيب بعد الشاور من الحاجات المهمه. رطبي بلوشن كويس، لوشن الورد ده من الحاجات الكويسه برضو، او زيت اطفال براحتك خالص. يعني شوفي، بنقول لك يا اما منتج من الشركات يا اما منتج من الصيدليه او منتج عندك، ما تحيريش نفسك، ما تقلقيش نفسك. شكرا لك لو وصلت لحد هنا في الفيديو، اتمنى الفيديو يكون افادك، اسفه لو كنت انفعلت، بس لكن ايه، في بعض الناس غريبه شويه، بس عادي، يعني احنا مش في المدينه الفاضله، صح؟ احنا مش في المدينه الفاضله، و براحتك اللي انت عايزه تشتريه اشتريه، لكن ما تجرحيش في ناس، او ما تقعديش تشتمي في الصفحات او الشركات اللي بتبيع حاجه سعرها مش متناسب معاكي. والله خليكي عندك اخلاق كده وعندك دم، اسفه يعني ده الكلام ده مش ليكم، للبنت اللي هي بتقول السعر عالي، او والله ده انتوا مش عارف ايه، براحتك، ما تشتريش يا حبيبتي، ما حدش قالك اشتري، انت الخسرانه او انت اللي هتودي نفسك في داهيه، براحتك. لما تشتري من مكان موثوق مشرف عليه ناس دارسين وفي مجال التجميل ودكاتره، والحمد لله، يعني لما تشتري من حاجه موثوق فيها هتقدري ان انت تبقي مطمنه من جوده المنتج ونتائجه ايا كان بقى سعره. ومش معنى كده خالص يا جماعه ان احنا اسعارنا غاليه او اسعار الشركه غاليه او الكلام ده كله، لا خالص، اسعار متناسبه. يعني احنا حتى كمان ممكن نرشح لك الحاجات اللي مش من عندنا، سواء صيدلية او مكان شركة تانية، ممكن يكونش حاجة عندنا او في مكان تاني، او في مكان تاني ممكن يكون بأوفر احسن، عادي جدا، مفيش مشكلة خالص، بس يعني بنوفر لك احسن اوفر ليك. كلمينا على 012-77-22-48-28، هنستناكي تفهمي اكتر عن منتجات السكين كير والهير كير وكل حاجة خاصة بجمالك. شكرا ليك يا وصلت حد هنا في الفيديو، لايك لو عجبك الفيديو، مش لايك لو ما عجبكيش الفيديو. سلام.